سبحانك ربنا من أسمائك المبين، بينت لنا أسماءك وصفاتك فعرفناك بها، وأمرتنا أن ندعو بأسمائك، فاللهم فامتثلنا لما أمرتنا به، فاللهم إنا ندعوك بأسمائك فأجب دعاءنا ولا ترد لنا دعوة يا رب العالمين. يا مجيد، لك من الأسماء أوسعها وأعظمها وأعلاها، نسألك ربنا أن تجعلنا ممن يقدرك حق قدرك، وممن يوحدك حق توحيدك، وممن يعبدك حق عبادتك. ربنا من أسمائك الحق الذي لا مرية فيه، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوحيدا خالصا. يا سبحانك ربنا أنت قدوس المطهر والكامل في الصفات والأسماء، اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا مولا، اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك. ربنا أنت القيوم القائم بذاتك المقيم لغيرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا خير الحافظين، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. يا متين، أنت المتناهي في القوة والقدرة، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا أنت الودود المتصف بشدة المحبة للمؤمنين، اغفر لأموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، ووسع ونور عليهم قبورهم، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا إنك كنت غفارا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. يا تواب، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، ومتعنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يا عليم، يا حكيم، يا خبير، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك العلم النافع والعمل الصالح. يا نور، نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالقرآن، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. يا قادر ويا قدير، بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. يا خالق، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. يا واسع، وأنت ذو الفضل العظيم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا أنت المحيط بكل شيء، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. ربنا يدك ملأى
سحاء الليل والنهار كثيرة الصب بالخير. نسألك ربنا نسألك ربنا من فضلك العظيم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ملك بيدك ملكوت السماوات والأرض، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم عامرة بالإيمان والرخاء والمودة والمحبة، واجعلهم اجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. وارحم المستضعفين من المسلمين، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وافتح لهم من بركات السماء والأرض يا شافي، اشف مرضى المسلمين، ومتعهم بالعافية التامة العاجلة، وارزقهم الرضا والاحتساب والتسليم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأوسع صفاتك وهي الرحمة أن تجيرنا من النار، وأن تهون علينا سكرات الموت، وأن تهون علينا كربات القيامة. اللهم إنا ندعو نسألك بربوبيتك لأكبر مخلوقاتك وأقربها منك وهو العرش، نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسألك بألوهيتك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحبتك للصابرين أن تغفر للمعتكفين، وتقبل منهم طاعاتهم، وتستجيب دعواتهم، واصرف عنا وعنهم الرياء والعجب بالأعمال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.